بونجور، كيفك؟ نقولوا نفوار لي وزير دو تربيه. سكتي يا اختي بلشاش بلشاش. اسي يا مزمزيل يا مزمزيل يا محترمي انت، اسي بدنا نشوف وزير التربيه اذا بتريدي يعني. اذا بخصوص الفحوصات وتصحيح الفحوصات ما عم نشتغل بهذا الموضوع هلا، ما عندنا شغل. نو نو نو، نقولوا نفوار لي وزير كرمال شي ثاني مش كرمال. سكتي يا اختي سكتي. اسي يا محترمه يا اخي، بدنا نشوف وزير التربيه بموضوع معين، اسي بكتيب الجغرافيا اسي. مزبوط الجيوغرافي بور سولا ان فوار لي وزير دو تربيه. أنا بقول لك، نحن يا ماتموزيل عم نعلم ولادنا فص. مش فص يعني، يعني غلط بغلط. هذا الشيء مش مقبول، مش مقبول، مش مقبول. سوري بس ما فهمت عليكم، شو خاص وزير التربية بكتاب الجغرافيا؟ ما إشي لو تسكت إختي يا محترمة، إشي بوصل لك المسج دغري، بس مش عم تسكت إشي إختي. ابعت لي على الواتساب بيوصل أسرع. إختي عم بتنكتي كمان، عم بتنكتي. بليز فسولي، ما عندي وقت كتير ضايع معكم. شو بدكم وزير التربية وبخصوص شو؟ شو خاص كتاب الجغرافيا بالموضوع؟ يا خي شكتي يا اختي شكتي. اشي يا محترمي انت يا محترمي، اشي بدنا نصلح معلومة اشي بكتيب الجغرافيا. شو هي هالمعلومة؟ اشي بكتيب الجغرافيا محطوط انه صيدا هي عاصمة جنوب. مزبوط. لا مش مزبوط، مش مزبوط يا اخت. اشي صيدا صارت عاصمة قطر. عرفتي كيف؟ يعني ما خصاش فينا ولا نحن خصنا فيها، ما خصاش بجنوب. مش معقول مش معقول. فهمتي يا اخت ولا فهمتيش؟ حكيم حكيم. ايوه صدى دخلك الزورو. مشتعلو الدكتور جعجع لسعد الحريري. اكيد يا سئيلي، اكيد يا لئيمي يا ميس اويتو، 100% اكيد اشتعلو. طب ليش ما بيروح لعنده؟ العمى ما اعرفك يا مبولة. فهيك يا بيك انبسط بكل لحظة بتعيشها، مزبوط ولا لا؟ 100%. قدي صار عمرك طروق؟ أنا؟ 45 سنة. لا قدي عمرك؟ 45. بلا سألي هلا، قدي عمرك؟ والله لشو بدي أتسأل عليك؟ عم تستلمني الآن؟ لا يا أخي شو عم بمزح معك، 45 عم بالله. أنت 45؟ ما بصدق. البيبي فيس أنت، أعوذ بالله، قدي عمرك؟ لا عن جد بلا سألي يلا. وهيد عيوني 45، ليش بدي أكذب عليك؟ عم تستلمني الآن؟ لا يا أخي. أنت عمرك 45 سنة؟ ليش دخلك؟ أنت قديش مفتكر عمري يعني؟ انو 44. ما بعرف شو بي من ورا اللي عم بيصير بموضوع الكهرباء، مشان هيك وكلني انا صافية انه استحل محله واطلع على التلفزيون وقلكن حلوا عنه للوزير جبران باسيل، انه مش معقول مش معقول كل ما تنقطع الكهرباء 4 ملايين لبناني يقولوا كله الحق على جبران الامباسيل، انه مش معقول يعني حرام الزلمة. انه مزبوط معكن حق، بس هو كمان الزلمة عنده وجهة نظر يعني انه صحيح
شركة الكهرباء بتشبه صافية يعني لأنه فيها أمبير وديجانتير وماتير، بس مش ضروري لأنه فيها كل هول يفوتوا عليها الأزرق والأصفر والبصفار يعني مش الحال. ملاحظة، هيدي اسمها شركة الكهرباء مش شرقوطة الكهرباء. إذا بتريدوا بعدين وقف صافية هنا إنه إذا عايزين هالقد ابعتوا مياومينكم لعندي بستقبلهم ليلا نهارا ومن أي طائفة ولأي كان انتموا وشكرا.